الوطن أنت حبيبي، لا تبالي بالجراح يا وطن أنت حبيبي، لا تبالي بالجراح من ظلام الليل يوما سوف يأتيك الصباح. المصلحات يعني مردودة قليل، بس الحمد لله أحسن ما يمد إيد الواحد للناس ولو أن أجرها بسيط، يعني ماشي حالها وأمورها الحمد لله تمام ماشي الحال، وأستفيد منه ودخل لي والولادي والحمد لله. اسمي محمد العلاوي من قرية العوجة ناحية سنجار، عندي 11 ولد 6 بنيات و5 ولاد، واحد منهم تقريبا 17 سنة هذا بتركيا، والباقيين عمره 7 سنين 8 سنين 11 سنة ويا يشتغلون معي، يحاولون أعلمهم على المصلحة يعيشون منها. طلعت من جريه من ناحيه سنجار، كان عندي محل تصليح بوابير عده الحام، يعني محل كبير بس ما طلعت منه ولا غرض، ونزحت على بلاد اطمه، ومن اطمه ظلينا تقريبا شيء 4-5 اشهر وجيت لهين على بلاد هذا بريف معره النعمان مع صران، هنا في البلاد هذا صار لي تقريبا شي سنين بالمخيم، وصار لي شي شهر الحز عاودت على مصلحتي. الحمد لله عندي بنيات يشتغلون بالعفاشة، ودبر لي كم ورقة واشتريت عدة بسيطة، يعني على مجمل اللي راحت بسيطة، عدة بوابير، روس بوابير، جلد، فالات، تصليح مبدئيا يعني، وعاودت على شغلتي والحمد لله، والحز يعني دعن مشي حالنا أول بأول. أجمع كل 3-4 بوابير أخذهن على معاشرين على معصران، أصلحهن وأجيبهن لأهلهن وأسلمهم إياهن. هاي عدة أجيبها من هنا من حولنا من معصران من معشرين، أجيبها العدة هاي أروح أمتوري أجيبها وأصلحها، رأس مالها يعني شوي يعني بس دخلها بسيط، يعني مو انه يعني بابور 200-300 ورقة 150-200 حسب يعني تصريح البابور، ولا يعني مردودة قليل جدا جدا. لو عند الواحد مادة أكثر كان اشترينا عدة، كان طورناها أكثر، ما يروح الواحد على الغرة يصلح ويجيب لأهل المخيم لأهل المخيمات حولنا.
عدت البوابير اللي كانت موجودة، جرت أكسجين، جرت غاز، خراطيم، فرد الحام، عدة نحاس، بودرة نحاس، يعني هاي العدة. بس لحد مبدئيا يعني العدة هاي كانت متألحمبها وما هي موجودة خالص، يعني هذا عبارة عن تركيب جلدة، تركيب رأس، تركيب صحن، تركيب هيك شنابر، فلات، جلد، هيك يعني بإيدي يعني هاي. والحمد لله عايشين منها. ضاقت علينا الدنيا هناك بالغاب بسبب الضرب اللي صار على منطقتنا. النظام عم يقصف من حلة، من جورين ومن شطحة، هرانا هري مناطقنا كلها يعني بشكل عام. خالد الفايز من العمقية، من سهل الغاب بريف حمال الغربي. نزحنا وجينا لهين على مخيمات قطمة، ظليت شي شهر ونص قاعد يعني تحت بين الزيتون، مي ووحل والدنيا ما نقدر نقعد يعني. الله بعتنا منظمة انطتنا خيام، سكنت بخيمة واحدة، ظليت فترة منيحة ساكن بيها، وانا شي افضل يعني، قاعدين على تراب ومي وبالشتوية تمرق علينا ووحل وتقلب الخيمة، احيانا اتركها للصبح لطلع اسويها يعني ايام تقلب علينا بالليل. انتقلنا على مخيم زمزم، مخيم زمزم ظبطت الخيمة، ظليت عاد لحد الآن، بس ودنا عاد نقعد ونستقر، بس ودنا عاد شغلنا نعيش من وراها يعني. وإحنا ستة يعني، أربع أولاد وأنا والمرأة، ودنا نشتغل، ما إذا ما اشتغلنا ما بمدخول، نموت من الجوع. اطلعت عاد صرنا نشتغل بصرف صحي. اضطريت صرت اشتغل بصرف الصحي، يعني في ناس بتجي تصيح علي روح، ما عندي لا قزمه ولا عندي كريك، يوم اجيب قزمه من عند علي، يوم من عند خالد، يوم من عند انور، يوم من هين، شوي شوي مشت الامور، صرت عاد اشتغل لحالي، يكون شاب معي يساعدني. بس هاي مو كافيه يعني، يعني بتسند بس مو كافيه، بايام ما اقدر اروح. ايام اروح بسبته ظهر عماجن، ايام ما اروح عندي الويلات يكونوا مرضانين مشفي، وهاي حتى ارضيات تسعه ما نصابين يعني بالمخيم. غير هيك عندنا المصاري فين صف صحي يعني، عالشوارع ماشي بالمي، وطالع ريحه يعني، عندك عالم مادة صرف صحي تحت الأرض، عالم فوق الأرض، وتسبب لنا أمراض كثيرة يعني، ومنهم يعني ولادة اللي تضررهم يعني. حتى عندنا إذا تشوف عندنا مخيمنا الحزب برا كمان يعني، كمان صرف صحي من أول لآخر على الشارع. صرنا بأيام عالم حاطط لك المي على الشارع، ومنهم من ضمنهم يعني مخيمنا يعني، ما منظمة ساوت بكل المخيمات، عندنا بالمخيم ما ساوم. حتى منهم انا بيتي مو ممدد يعني على صرف الصحي. واحنا اتمنى انه يصير عندي توفير معدات اكثر يعني،
ونقول الحمد لله. وإذا يصيرنا كانوا بريصة ونفتح محل الواحد مصلح أموره شوي بحيث ساعد حالي وساعد الآخرين، يعني ضبط المخيم، يعني صاح اللي فلان تعال اشتغل عندي روح، مشان بحيث يعني يكون الشوارع أقل شيء نظيفة من المي والوحل والروائح. يعني وانه نرجع على منطقتنا هاي والله بالوقت الحالي صعب، لانه مثل ما قلت لك بدايه الحديث عندنا النظام مو ممكن عنا، يعني لحد امبارح عم يضرب علينا يعني قصف، وست اولاد يعني بدي اشتغل وين دروا، قررت اني اظل هي وقاعد واشتغل بالحفر ونعيش هالولاد ونعيش هالعيال. أنا بالنسبة لي بحكي عن حالي، من سنتين وصلت الباب أخذت بطانية بطانيتين ومتين، هذول المعونات اللي استلمتهم من سنتين لهلا. بعد فكرنا أنه هذا الوضع ما بيمشي الحال، يعني بدك تشتغل على حالك مشان تقدر تعيش حالك، يعني ما بتضل من فلان عطيني وفلان ديني ما بعرف إيش. اسمي عادل أبو أحمد من مهاجرين مدينة دير الزور مدينة القورية، طالب سنة ثالثة حقوق بجامعة الفرات. لحد ما كنت روح وارجع وداوم على جامعتي واموري ممتازة ومستقرة، لحد ما بلش ظهور الدواعش عنا بالمنطقة بداية 2014، ف صار في صعوبة انك تداوم على الكلية وترجع، وهن بنفس الوقت دواعش ركزوا علينا نحن طلاب الحقوق وطلاب الجامعات بشكل عام انه ممنوع تداوم، ممنوع كذا، ممنوع كذا. مساء الوضع من سيء لأسوأ، يعني ما عاد انه نعاش بالمنطقة بالمرة. فقررت انه اطلع، يعني اطلع من المنطقة وبطلع باتجاه الريف الشمالي باتجاه مناطق الجيش الحر له. والفعل يعني اخذت عيلتي وطلعت، عيلتي أنا وحرمتي ما في عنا حتى أولاد ما كان في. وصلنا مدينة الباب وبلشت المعاناة هون، وصلنا لا مصاري لا أغراض لا عفش لا شيء، يعني ما عندك شيء. فتحوا هون مخيم الشرية، فتحوا مخيم لواء النازحين لإخواننا اللي اجوا من الشام من الغوطة ومن غير. فاجت ببالي فكرة انه اعمل محل صغير هون على قدي، وبداية الموضوع يعني مو انه مشان الربح او مشان عايش حاله، لانه المخيم صاير برات الباب وصاير المسافة بعيدة شوي عن الباب، فإن منحط المحل منه بنسترزق ومنه بنخفف المعاناة عن أهالينا النازحين اللي عم ينزلوا على الباب بشكل يومي ليجيبوا أغراضهم من خبز من أكل من غير من شيء من مواد تنظيفية، عرفت على شنو. والمحل بلشنا به بإمكانيات بسيطة جدا، يعني يجوز رقم ما يتجاوز 200,000 اديناهم من واحد من رفقاتنا وبلشنا بالمحل. والحمد لله شوي شوي بلش المحل يصير، لحد ما اجت الطوفان وبلش الشتاء.
يوم بلش الشتاء ما في غير الأطفال والنساء والشيوخ وبلش الطوفان، بلش العالم تطلع من المخيم. في مدنيين كان برا واقفين بيستقبلوا ناس وبياخذوهم، اللي بياخذوه على جامع، اللي بياخذوه على المدرسة، اللي عنده مكان وبياخذوه عليه ببيته عنده. نحن كمان طاف المحل، طافت الأغراض، سكرنا وطلعنا، في إنا قرايب بالباب بيتنا عندهم، وتاني يوم رجعنا لهون صرنا عاد نحصل أضرار. يعني اللي اشتغلناه بسنة ونص أو سنة هون كان من فتحنا المخيم ضاع بساعات. الحمد لله رب العالمين على كل حال يعني، وإن شاء الله الله يفرج على المسلمين بشكل عام يعني بسوريا، وكل من يرجع على بلده يعني، هاي أهم شيء، ما بدنا نضل قاعدين من المخيمات ومتشنططين. طبعا اشتغلت فترة طويلة بالمجان، انه اقعد اتفرج شلون عم يشتغلوا، شلون نظف المحل، اعمل شاي للعالم. المهم انا كان هدفي اني اتعلم، يعني بتعلم، يعني بدي اتعب سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة للي كان يعني حسب ما استوعب يعني بالنهاية، مشان ارتاح، مشان اصرف على اهلي، اصرف على حالي، انا شاب باول عمري، كمان بيلزمني مصروف غير مصروف اهلي. أنا أحمد قلعجة من بلدة حاص، عمري 19 سنة، صار لي حوالي 6 سنين 7 سنين طالع من بيتي نازل هون على المخيمات. أول ما جينا الحالة مأساوية، بعالم تحت الشجر نايمة، لهيك التجأنا لخيام وسكننا وشبه إقامة مؤقتة، وكانت إقامة طويلة، لهيك كان في دافع إنه أتعلم أشتغل. قبل ما اشتغل كنت ادرس انا ببلدي، وهون ما حسنت ادرس، احوال المعيشيه، الظروف، البيئه اللي نحن فيها ما سمحت لي انه ادرس، لهيك قررت اشتغل. اشتغلت بعده يعني شغلات، بكثير مهن، في مهن مثلا اخذتها ب 70%، في مهن تعلمتها، بالاخير ركزت على مهنه الالكترونيات. انا من صغري الي هوس، الي هواي بالالكترونيات. بالبداية ما كان عندي تحديد، يعني لا موبايل، صيانة موبايلات أو برمجتها، أو مثلا صيانة روافع جهاز انفرترات، صيانة لابتوبات، يعني ما عندي أي مشكلة، لأنه نحن صرنا يعني بوضع هون كلياته على الإلكترون، كلياته كهرباء، كلياته بشتغل هيك. كنت دخلت بمجال الموبايلات وأكثر شيء ركزت عليه وعجبني وصرت تابع فيه. رافع جدا قررت افتح محل، استعنت بالوالد فتح لي محل صغير والحمد لله، وصرت اشتغل فيه واتعلم. تصعب علي شغله ارجع لعند معلميني، والحمد لله هلق يعني بالنسبه للموبايل كامل، صار يعني صرت اشتغل جميع انواع صيانه الموبايلات، هاردوير سوفتوير كامل، برمجه، فك اقفال، تخطي حمايات اف ار بي جوجل، تتريك، جمركي، يعني كل شيء ان شاء الله صار يختص بالموبايلات، ما عاد يصعب علي. دخلت بمجال كاميرات المراقبه، تركيب كاميرات مراقبه، توليف، صيانه، مد شبكات يعني عام كامله. في
كثير اجهزه مثلا اصلاح البوت، اصلاح ام سي، ذاكره داخليه. ام ذاكره داخليه هي اصعب شيء، هاي الذاكره جنب المعالج يعني ما بصطفيات خالصه، ما فيك لا تستبدلها ولا شيء، بس اكتشفت مقاومات يعني في 70% منها عم تشتغل معي الحمد لله. وقت قررت هيك يعني انه مثلا اطور عمليه، حبيت اعمل شبكه نت صغيره وعملتها وطلعت حمايه للشبكات، الكواسر اللي مثلا نشرناها وصرنا نشتغل عليها طلعناها لمضاضله، نظام حمايه للشبكه والحمد لله. دعوه المسكين، دعوه الفقير للي بيدعي له. في ناس مثلا اذا كانت التكلفه بسيطه ما باخذ شيء ابدا يعني، واغلب الاحيان هذا الشيء. اي وقت مثلا بتكون التكلفه كبيره مثلا بقدر شاشه جملتها ولنفترض 4 دولار عم ركبها نحن مثلا ب 6، باخذ شيء رمزي وبحاول اكسر من راس مال يعني طبعا تبع الشاشه. طموحي انه ارجع على بلدي وانقل الشيء اللي شبه اسسته هون، انقله على بلدي واسسه ببلدي وكبره وانتج اكثر، لانه عشت المخيمات صعبه كثير هون. هلا عم نشتغل على مراجيح اكبر، طورنا المراجيح الصغيره صرنا بدنا نشتغل هلا شيء اكبر يعني ان شاء الله. عم نحاول نعمل يعني مدينه العاب مدينه ملاهي للاطفال، خاصه الاطفال يعني. أنا أبو عبدو مهجر من قرية الطيبة الغربية، تابع على مدينة حمص، عندي 7 أولاد عمري 34 سنة حاليا، يعني مقيم بمخيم الغوطة يعني بسرمدة بالديب، بشتغل بمجال الأحدادي. كنا نشتغل أبواب وشبابيك يعني أحدادي عامي بشكل عام أو أحدادي فرنجي هيك خلينا هنا. بلشت الأحداث يعني بداية 2011، وقريتنا من القرى اللي يعني طلعت وشاركت بالحراك ضد النظام، وبلشت يعني الأمور تسوء يعني صار النظام يكثف قصفه علينا. بال 2018 على ما اظن الشهر الخامس الله العليم، يعني تعرضنا للتهجير مع اغلبيه اهل المنطقه. طبعا طلعت معي انا ترنس الحام وجلخ ومثقب وعده احدادي، يعني خصوصا اني مشتري جديد يعني الترنس، ما استخير دشره واتركه بالضيعه. بالفعل وصلنا الشمال السوري والمخيمات يعني، وما كنا متخيلين انه المعيشة تكون هيك يعني صعبة بالمخيمات. فبلشت ابحث عن شغل يعني لانه هون كتير امور المعيشة ما تعودنا نكسر نفسنا لحدا يعني، ويعني والاغاثة او المعونة ما يعني ما بتكفينا. قررت اطلع ادور على شغل انا. بلشت اطلع ادور على شغل، لما طلعت ادور على شغل يعني بالفعل بعد عذاب الله هيك هيئ لي واحد تعرفت عليه،
عنده معدة احدادي كمان بيشتغل بنفس مجال الاحدادي تقريبا. فقررنا صرنا نشتغل شغلات غير الابواب الشهودية. صرنا نشتري مثلا مخلفات القصف من خزانات مضروبه وابواب حديد قديمه مستعمله تالفي يعني، ونعيد تصنيعها يعني ننظفها ونظبطها ونجلخها وكذا هيك، ونعملها من شكل على شكل مراجيح للاطفال. طبعا يعني مو بس مراجيح، كل شيء يعني مو بس المراجيح، يعني كل شيء بيتعلق بملاهي الاطفال ومراجيح الاطفال كبيره صغيره. بطلع انا الصبح تقريبا الشغل الساعه 8 بطلع، وبرجع المساء اذان المغرب يعني. واذا بيصير لي شغل برا المحل انا بطلع بشتغله، لانه الشغل برا يعني بس بالمحل ما بيوفي ما بيكفيني. وهلا عايش بالمخيم مرتاح لبين ما الله يفرج علينا ونحقق حلمنا المشروع، يعني اما نستاجر بيت مثلا يعني هاي اقل احتمالات، او الله يفرج على العباد. وان شاء الله رب العالمين يعني نحن بنتامل خير إلا ما رب العباد يفرج علينا ويحسن أمورنا ويرجعنا على بلادنا إن شاء الله سالمين. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك.